بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير. يطيب لي أن أرحب أجمل ترحيب بالأخوة رئاسة وأعضاء هيئة التعليمية بجامعة عدن وأبنائي الأوائل الطلبة في الجامعة خلال العامين الماضيين. أنا سعيد أنني ألتقي بالمستقبل وطلايع الجيل الواعد المتسلح بالعلم والمعرفة. أنا سعيد أنني ألتقي بالجيل القادم، جيل اليمن الجديد. تعلمون جميعاً أبنائي فإن المعرفة قوة والثقافة سلاح، وأنا هنا أخاطبكم وأخاطب من خلالكم كل أبناء الطلاب في كل أنحاء الوطن بأن يكثفوا من اهتمامهم بالعلم والمعرفة، فهي السلاح الحياة وعنوان المستقبل. لا تنخدعوا بالأوضاع اليوم حيث يصبح الجهل هو المسيطر، ومن أمتلك بندق أو أمتلك قوة هذا واقع مغلوط وسينتهي بدون شك، وسيبقى العلم هو الحاكم لليمن إن شاء الله. معركتنا التي نخوضها اليوم المعركة في الأساس، وقبل أن تكون معركة عسكرية هي معركة مع الجهل، سواء معركتنا مع على الدولة وسبب كل هذا الخراب، أو مع تلك القوى المتخبطة التي تسعى لتعيق عمل الدولة، أو حتى مع الجماعات المتطرفة والإرهابية في معركة ضد الجهل بالأساس. إن الإفواج البشرية التي تلغى بها الماليشيا إلى المحرقة كل يوم لديهم مشكلة في المعرفة والوعي، ولو أنها تلقت تعليماً مناسباً وتشكل لديها وعياً لما ألقت بنفسها في الإلهاك، فلا قاية ولا قضية. تلك الماليشيات الإنقلابية هي أساس قائمة على التجهيل، على تجهيل المجتمع، ولا تريد له أن يتعلم أو يتنور. يريدون الشباب أن يحفظوا ملازمهم ويرددوا صرخاتهم، ولعلكم تتابعون اعتداءاتهم المستمرة على المدارس والمدرسين وعلى الجامعات وطلابها ومدرسيها، ويريدون تجريف هذا الجيل والعودة إلى الوهم والحق الإلهي الحصري الحاضر هنا. لعلكم تعلمون كيف رمت هذه الماليشيات العابثة بأهم وثيقة يمنية ساقها اليمنيون بحكمتهم وتجاربهم عرض الحائط، تلك الوثيقة الأهم في التاريخ، اليمن المعاصر، وثيقة مخرجات الحوار الوطن الشعب. فبعد عامين من التحضير والحوار ومشاركة كل فئات المجتمع
وبدعم أقليمي ودولي أنتج اليمنيون وثيقة تعالج مشكلاتهم طيلة الفترة الماضية وترسم مستقبلهم وترجم محتواها في مشروع الدستور الجديد. بعد كل ذلك الجهد والحلم انقلبت الماليشيات على كل شيء انتقاما من الجيل اليمن الجديد، انتقاما من الجيل الحوار وانتقاما من أمل اليمنيين في العيش بسلام وأمن واستقرار ودولة اتحادية قائمة على مبادئ الشراكة والتعايش والعدل والحرية والكرامة. أيها الأخوة الحاضرون، أنني وأنا ألتقي بكم هذه النخبة سواء من أساتذة الجامعة أو من الطلبة المتميزين أطمئن على مستقبل عدن وعلى مستقبل البلاد، خاصة وأن الجامعات والمدارس ظلت تعمل في أصعب الظروف وبأقل الإمكانيات. أطمئن على العاصمة المؤقتة عدن التي تتطلع إلى العيش بكرامة والحياة بأمان في ظل الدولة التي هي مطلب الجميع. هذه المدينة التي دفعت الكثير من التضحيات وعاشت الكثير من الآلام، ولقد آن الأوان أن يعيش أبناؤها في أحضانها آمنين. لقد آن الأوان أن هي أم الجميع وحاضنة الجميع، فمدينة عدن لا تستحق منا غير الوفاء والحفاظ على أمنها واستقرارها وخدماتها. أحيي الأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الذين تحدوا الواقع والصعب وفتحوا أبواب الجامعة والمدارس وتحملوا كل الظروف الصعبة وحافظوا على كلياتهم وحافظوا على ممتلكاتها والوثائق وتحملوا المتاعب من أجل العلم. أولوية التنمية تبدأ من الاهتمام بالمحاضر المعرفة، ولقد وجهنا الأخوة في الحكومة بذل المزيد من الجهد والعمل لتظل الجامعة التعليم في دوران دون توقف، وعلى الحكومة والرئاسة الجامعة الاهتمام البالغ بالتعليم والبحث العلمي. سنوجه الحكومة باعتماد نسبة من مخصص وكفاءة وكافي من الدخل القومي للبحث العلمي. ينبغي أن يلامس مشكلات المجتمع ويقدم الدراسات والبحث للدولة لتنعكس في خطط التنمية، كما يجب الحفاظ على مستوى الجامعات التعليمية والتمييز العلمي والاهتمام بالعمل
العلمي، خاصة بعد أن تعرضت بعض الجامعات للتدمير والنهب بسبب الحرب. ونحن اليوم على أبواب تدشين خدمة الأنترنت الجديد من العاصمة المؤقتة عدن، عدن نت، والتي يجب أن تعطي للجامعات لربطها بالسرعة المناسبة ولتسهيل خدمات البحث العلمي. يجب أن يرتبط الجامعات وتستفيد من إمكانيات بعضها، وأن تستفيد من الربط الشبكي والموارد المشتركة والمراجع العلمية، وأن تعمل على الربط مع الجامعات في البلدان الأخرى. للبحث اللي أعزى جميعاً، الحفاظ على المستوى العلمي ومكانة التعليم الجامعي وهيبة البحث العلمي، عليكم العمل على ضبط السياسات التعليمية والسياسات قبول الطلاب وفقاً للمعايير العلمية الصحيحة والصارمة على أساس من التنافس الحقيقي والعادل بين الطلاب، ومحاربة أي اختراقات سواء بين الوساطات أو التساهل في تقييم الطلاب. يشدد على الجميع، مسؤولين وأساتذة وطلاب، العمل على إحياء دور الجامعة في التنمية والتوعية والترشيد، حتى تعود الجامعة إلى موقعها الطبيعي كمنار المستقبل الذي يهتدي المجتمع بأنواره. فعليها أن يقع دور تجاه المجتمع والإسهام في تنميته ومساعدته في ضبط أمنه واستقراره. أن توجيه البحث العلمي في خدمة المجتمع وحل المشاكل وفقاً للعلمي مسألة ضرورية. يجب أن تقوم بدراسة ظواهر بعض الأمراض المنتشرة في المجتمع وأسبابها وفق إمكانيات والظروف المتاحة. البحث الاقتصادي الاقتصادية وتبحث في تفاصيلها وتضع لها الحلول وفقاً لإمكانيات الواقع. أيضاً الأمر في بقية التخصصات، بحيث تساهم الجامعة في ترشيد الوعي الاجتماعي وتعزز مسيرة التنمية ووضع الحلول. ندرك جميعاً حجم التحديات التي يواجهها أبناءنا الطلاب والمدرسين التي تقع تحت سيطرتهم الميليشيا الانقلابية. نحن نؤكد لأبناءنا بأننا نبذل جهودنا وأن المستقبل غريب إن شاء الله، وأن المعركة مع الحوثي في مراحلها النهائية سينتهي. نحب أن نؤكد لجميع التجار والعمال بأن يتم التعاون مع الدولة
بالنسبة للصرف في حلول واجي، حلول واجي من الخارج وحلول واجي من الأخواننا في القريب العاجل، ومش يعني ماسكين بالتليفونات، واحد يتصل لحضرموت، واحد يتصل إلى تعز، واحد يتصل، كل واحد يرفع يعني من عنده. هذا الكلام لا يعمل شيء ولا يوصل إلى شيء. الشيء اللي هو موجود أو واصل سيكفي كل شيء ويحل كل شيء. طلبة الجامعة، الخريجين، زيكم هناك توجيه باستيعاب العوائل في أطار الجامعة وماسة في الدولة. جزء منكم بيروح الجامعة والجزء فاتها تقبله يعني مع الوزارات. أطلب من الجامعة تغيير الأسلوب في المنهج، اليوم احنا سنربط كل مستشفيات الجمهورية بغرفة عمليات واحدة، وبنربط كل الجامعات بغرفة عمليات واحدة. تقدر تتصل